حكاية يوسف بقى، موضوع ابتدى معاك ازاي؟ ابتدى اللي انا بابا كان بيجيله الورق بتاع المسلسل. الورق ده انت من صغرك متظبط. يجي له الورق وبعدين لقيت في دور لسني عادي يشتغل. لقيت الدور كان كويس، سألت بابا. لا انت عرفت ازاي ان في دور؟ بابا بقى حكى لي كان في دور. وبعدين انا قعدت اقرا عليه شويه، سألته قال لي لا، فزعلت بقى. قال لي بابا رفض في البدايه؟ رفض. ما عندناش عيال تمثل. لا لا خالص، لا مش انا عشان أنا خايف انها تتظلم، عشان بيقول التمثيل في السن ده بيتظلم. فرحت انا زعلت قوي، راح قال لي هنروح لاحمد سمير، هو لو وافق خلاص، لو مخرج طبعا لو وافق وعادي، لو ما وافقش مالوش دعوه. فبقى رحنا وما وافق. لاك مناسب يعني. طب انت فهمت انت هتعمل ايه من يعني انت قال لك هنمثل، ده حاجه، بس اللي انت مثلته وهاتوا لنا يا جماعه الصوره، الراجل اتعمل فيه ايه؟ ده انا خفت انا شخصيا منك. اللي انت مثلته انت فهمت ده ايه؟ لا مفهوم ولا انت؟ لا هو عنده شغف للتمثيل، هو بيعشق التمثيل وفي نفس الوقت. طب انتوا كنتوا عاملين له ميك اب؟ استاذ احمد عمل له ميك اب، وانا كنت بشفق على اي طفل هيعمل الدور ده اصلا. فلما لقيته هو اللي قال لي انا عايز داوود. بص ده عامل زي اللي بيطلعوا في الزومبي. ايوه انتوا عملتوه زومبي فعلا. علي يا ابني الصوت. انت عارف داوود، فوق يا داوود. وأمنك أمانة يا صابر. وإيه الأمانة؟ ابني يا صالح. بسم الله. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتاه. بسم الله. اللهم يا مبطل السحر، اللهم ابطل سحره. بسم الله. اللهم اجعل بيننا وبينهم سدا ومن نور عظمتك حجاب. بسم الله. اللهم ابطل سحره. اللهم يا مبطل السحر، اللهم ابطل سحره. بسم الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوك. بسم الله ارقيك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله.